خبر تاني مهم من هيئة الدواء. هيئة الدواء المصرية بتقول ان البعض بيطلق مصطلح، عشان برضو الايام دي احنا كلنا برضو حالات البرد الشغالة، مصطلح برد المروحة على الاعراض اللي قد تظهر عليهم بعد تسليط الهواء عليهم لفترة او تعرضهم للمروحة لفترة طويلة. وبيظهر طبعا اذا ما حركوا عارفين ممكن البرد اللي هو بيجي في الجسم، الم العضلات ده، او برضو سيلان الانف، او بعض اعراض الانفلونزا احيانا او البرد. فاوضحت هيئه الدواء المصريه في منشور ليها على صفحتها الرسميه انه تدوير الهواء اللي بيصدر من المروحه بيؤدي احيانا الى جفاف الفم والانف والحلق، وبالتالي يسبب زياده افراز المخاط، ما ينتج عنه احيانا الشعور بالصداع او انسداد الانف او التهاب الحلق أو بعض الاضطرابات في النظام التنفسي. وأنا شايف الأمراض دي برضو أو الأعراض دي قريبة كمان لموضوع التكييف. يعني خلونا نسأل الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة. أهلا بيك يا دكتور أمجد، منورك. أهلا بحضرتك، أهلا بالسادة المشاهدين. موضوع برد المروحة ده، يعني هيئة الدواء مطلعة بيان مخصوص، فلو حضرتك تشرحه لنا برضو ونتعامل ازاي مع المروحة الايام دي. طبعا حر وكله مشغل المراوح واحيانا التكييفات، وقول لنا برضو على الحتتين دول ازاي نقدر نحمي نفسنا بشكل سليم. هنتكلم عن ثلاث حاجات: دور البرد الفيروسي، برد المروحة، والانفلونزا الصيف. برد المروحة، شخص بيشغل مروحة بيتعرض لتيارات قوية، هو نايم ومسلط المروحة بس بيطيرها الهواء على جسمه، ولابس فانيلا او عرقان ومسلط التيار الهواء الشديد على جسمه. طب تيار الهواء الشديد ده لو هو مسلطه طول الليل على جسمه ممكن يعمل له ايه؟ اول حاجه هو هيتنفسه، هيخش تيار هواء بقوه بالجيب الانفي، هيعمل جفاف، هيعمل احتقان، هيزود الافرازات الخلفيه، هيشعر ان هو عنده احتقان. طب ده بس برضه هو مسلطه على جسمه وعضلاته. تيار الهواء القوي لما يجي على عضلات جسم الانسان هيعمل فيها الام عضليه، يصحى جسمه مكسر، في وجع، في احتقان، في افرازات، في جفاف، هيقول ايه ده، انا عندي دور برد. لا، ده مش دور برد حقيقي، لان البرد الحقيقي هو انفلونزا فيروس زي الانفلونزا او الكومن كولد او البرد العادي، وده اعراضهم بتختلف تماما عن برد المروحه. برد المروحه طيارها، برد المروحه ده مش برد، يعني نسميه ايه؟ هو برد المروحه هواء المروحه. هواء المروحه عمل له تعب. عمل له تعب ليه؟ تم تيارات هواء جديده جدا. هو مسلط المروحه مش بالضوء، هو مسلطها على جسمه بس بيستنشق هذا الهواء ويخش الانف، يعمل له جفاف وفي الحلق واحتقان وزياده الافرازات الخلفيه اللي تعمل له يصحى الصبح زوره مغلوش في بلغم، جسمه مكسر لان الهواء اتسلط على عضلات جسمه وعظمه طول اليوم او طول الليل، يشخر بالليل. طب ده نفرقه ازاي؟ ان دي مش عدوى فيروسيه. العدوى الفيروسيه نوعين. في ناس بتروح تاخد على طول ادويه البرد. عليك نور. العدوى الفيروسيه قول لنا بقى نعمل ايه في الحته دي. او مش نوعين كمان، احنا زاد علينا ثلاثه بقى كورونا، عندنا برد بالظبط، عندنا انفلونزا صيف، عندنا كورونا. طب البرد لازم الشخص يجي له ارتفاع حراره بسيط، جسمه دافي، مراخيره مسيله، ولازم يكون في ارتفاع حراره بس جسمه مش مكسر، عنده احتقان بسيط في مراخيره وحرارته دافيه وبيرشح. ده عدوى البرد الفيروسي. طب عدوى الانفلونزا؟ لا، ده انا جسمي مكسر وحرارتي 40 او 39، الام عظميه، الام في العظم، مرض سريري، الشخص بينام في السرير من الالام العظميه والحراره العاليه اللي بتصل الى 39، والدور ده بياخد له اسبوع، ده الانفلونزا. البرد يومين ثلاثه في حراره بسيطه، الانفلونزا حراره عاليه ونقعد تعبانين في السرير اسبوع مع الام العظم. طب كورونا بقى؟ كورونا زمان كانت اعراضه اشد من الانفلونزا، حراره شديده والام في العظام. الان كورونا بتحوراته بقى اقرب للبرد، بقى ضعيف، بقينا كورونا بقى اقرب للبرد في اعراضه. ودول كلهم مختلفين عن برد المروحه اللي هو تيار هواء مش فيروس بتسلط على جسمك طول الليل، شميت هواء بكميات كبيره جدا من المروحه بما فيها بقى من تراب دخلته في الجيب الانفي. فده وحش لموضوع الجيب الانفيه ده. يزود اعراض الحساسيه سواء انف او صد، يصحى الشخص مسكوم، دوره محتقن من صدره، ملغوش، يبلغم، وعظم مجعه طول اليوم. هو ده بقى برد المروحه، اصل انت تحت المروحه فجسم مكسر، ده ما بيستمرش عكس الانفلونزا فيها حراره لان دي عدوى، جسمك سخن، تقعد حوالي خمس ست ايام سخن، دي الانفلونزا الصيفيه.
اما البرد زي ما قلنا اللي هو الفيروسي يوم او اتنين، ده فيان بسيط واحتقان بسيط من غير الام عضميه. يبقى عندنا برد، وساعات عندنا برد بيقولوا بتعمل المضغه، الام عندنا في المعده او المغص الكلوي ده، او لو ما تتركز الهواء على الكليه تقول لك بتعمل برضو الم، تخيل، صح؟ تخيل ان انت مسلط تيار هواء بكثافه على جزء من جسمك، سواء عضلات ظهرك او على بطنك او على راسك اللي هي مراخيرك، فلازم هتشعر ان انت 6 7 ساعات انت مشغل مروحه طول ما انت نايم، مش من مروحه اللي هي بتوزع الهواء، لا، في ناس بتجيب مروحه اللي هي التان وتسلطها على جسمهم بس طول ايوه اليوم، انت بتسلط تيار هواء قوي على جسمك، يا اما يجي على عضلاتك طول اليوم او يجي على بطنك او على معدتك، او انت سلطته على مراخيرك وانفك وصدرك، هتشعر باحتقان في الانف او الجفاف، تصحى من الصبح يا مكسر يا مسكوم يا عندك احتقان، هو ايه ده؟ ده انا عندي برد المروحه. وده طبعا احنا فصلناه لان البرد الفيروسي لازم يبقى في حراره، سواء كان فيروس برد حراره متوسطه او انفلونزا حراره شديده او ايوه كورونا اللي كان بيجي مهم. زمان زي الانفلونزا طيب دلوقتي حضرتك زي كلام البرد. بتقوله مهم، نستفيد بقى وجو حضرتك معانا كمان تقول لنا بالمره التكييف، وبالذات احنا في الايام دي في اجواء برضو مناخيه غريبه جدا 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 علينا، فبرضو التكييف ناس كتير بتشتكي منه وبيعمل مشاكل برضو، انا نفسي بيدمر لي ظهري احيانا، فلو هو نفس حضرتك برضو الفكرة، تقول لنا برضو شويه معلومات نقدر بيها نحافظ على نفسنا. نفس الفكرة بالظبط، بس انت بقى مسلط هواء ساقع مع جسمك، بقى انت بتسلط تيار هواء ساقع على عضلاتك. انت انسان لما يكون عنده وجع عضلة بنقول له اعمل كمادات ميه دافية عشان العضلة تفك، تخيل انت بتسلط هواء ساقع على عضلاتك، فبالدم ما بيوصلهاش بسهولة، هتبقى متيبسة، هتصحى الصبح جسمك شيء مشدود مش مفكوك. طب انت وبعد كده هتقوم خارج من تيار هواء ساقع لتيار هواء ساخن اللي هو بره الشقه، هتعرض نفسك لنزله برد جديده، واحيانا بيبقى هتعمل الواحد جاي من بره يعني حران ويروح فتح التكييف وعرقان واقف وفاتح قدامه. التكييف في ساعتها. لا، والكارثه اكبر كمان مرضى الحساسيه اليومين دول اللي هم ما نظفوش التكييفات قبل ما يشغلوها، مهمه الحته دي. ومحمله بالاتربه ومحمله بعده الفراش، اول ما يشغلوها هيخشوا في نوبات من الزكام وازمات الصدريه. لا، ننظف تكييفاتنا باستمرار، نشغلها ما تكونش ساقعه، الدرجه المتوسطه ما يكونش شديده البروده اللي هي تدي درجه حراره اقرب للبروده ولكنها مش ساقعه قوي، عشان جسمنا وعضلاتنا وعشان مراخيرنا وعشان صدرنا. ودي الفرق ما بين برد المروحه وبرد التكييف والبرد العادي والانفلونزا وكورونا. جميل جدا، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، معلومات مهمه وحابب عارفينها وبننساها واحيانا ما بنركز، بس ده طبعا مهم جدا، وربنا يسلمنا جميعا. بشكر مره تانية الدكتور امجد الحداد استشاري الحساسيه والمناعه، شكرا جزيلا.